المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه أعلن إغلاق أبوابه أمام المحتاجين لخدماته التي يقدمها لهم لسنوات، وخاصة أيام شدة الحصار والقصف لمدينة تعز. حاولنا كباقي المحافظات مثل حضرموت، مثل إب، مثل محافظة العاصمة المؤقتة عدن، أن تدعم السلطة المحلية هذا الجانب للدور المهم لمراكز نقل الدم وعدم توقفه. حاولنا مرارا التواصل مع المحافظ في شهر 7 من 2019، قام بتحويل شاكرا بتحويل مبلغ 6,500,000، إلا أن الشؤون المالية في المحافظة لم يصرفوا هذا المبلغ بعدة حقق، وهي حقق غير منطقية، وأن المركز مركزيا ولا يتبع السلطة المحلية. قدم المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه خدماته لما يزيد عن 4,000 مريض بمستشفيات تعز المختلفة بشكل سليم وآمن، بينما يمتلك المركز مخزونا من البلازما لعدة سنوات قادمة نظرا للإمكانات والأجهزة والمعدات التي يمتلكها. ولكن غياب السلطة المحلية وعملها العشوائي جعل المركز يعلن الإغلاق رغم أهميته القصوى. إغلاق المختبر الوطني فرع المحافظة خطوة غير موفقة، والمختبر الوطني وفرعه في تعز هو هيئة مستقلة بذاتها عن المكتب، ولديه إدارة مستقلة، والحقيقة لا نعلم أسباب إغلاقه، مع أن المختبر الوطني قدم خدمات رائعة وممتازة ومجانية للمواطنين منذ بدء الحرب وحتى اليوم. اليوم الوضع أفضل بكثير من أيام كان لا توجد موازنات تشغيلية للمرافق الصحية وللقطاع الصحي. اليوم نحظى ب 50% من الموازنات التي كانت مرصودة في السنوات السابقة. العديد من المستشفيات سبق وأن أغلقت أبوابها في وجه المواطنين عند انعدام المواد الطبية والمحاليل، رغم أن المحافظة تمر بمرحلة صحية صعبة وانتشار للعديد من الأمراض والأوبئة التي كانت قد انقرضت، ولكنها بفضل الميليشيات الحوثية عادت لتفتك بالمواطنين من جديد.